الأهمية الدراسة اللي تقدمت اليوم أنها يعني تشمل 680 لاعب من مغاربة العالم اللي كيلعبوا في القارة الخمس، كيلعبوا في أكثر من 400 بلد، كيلعبوا يعني في تقريبا يعني 400 نادي يعني في العالم. هاد اللاعبين يعني نصفهم كيلعب في الفريق الأول، يعني اللي ممكن أيضا يكونوا لاعبين ديال الفريق الوطني. إحنا ممكن الجميع باش تحصل على واحد قاعدة بيانات ديال صور المنتخب المغربي اللي ممكن تعتمد عليها ايضا في تطعيم المنتخب المغربي. وهذه الدراسه كتبين بان المغاربه الحمد لله ايضا متواجدين في اكثر من 50 بلد على مستوى كره القدم، وانهم في الصفوف الاماميه لمجموعه من الفرق. احنا لاول مره كنكتشفوا ان عندنا مغاربه كيلعبوا في الهند، كيلعبوا في تايلاند، كيلعبوا في بلدان اسيويه، في تركيا الى اخره. اذا هذا شيء مهم ويفرح، وبحضور يعني اللاعبين ديال الفريق الوطني اللي كيحق لنا نشجعهم ونفتخروا بهم. ولكن نقولوا راه كاين واحد الريزيرفوار كبير ديال لاعبين مغاربه العالم، باش نقولوا للسيد المدرب والسيد رئيس الجامعه ان الفريق الوطني ممكن يعني يعتمد عليهم في الاستمراريه ان شاء الله. ونقول ان الكره القدم المغربيه ان شاء الله هي ربما نحن مطمئنين عليها بهذا التوفر ديال هاد اللاعبين المغاربه. وكنشكرنا الجامعه اللي مكنتنا باش نقوموا بهذه الدراسه، واللي مكنتنا ايضا باش تبين ان مغاربه العالم ممكن يكونوا رافعة للمغرب وممكن يساهموا في مختلف الأوراش يعني التنموية المفتوحة في بلادنا. انتصروا في المونديال وديروا يعني دومي فينال، حكم انتصرتوا على مجموع على المشاكل الكبيرة، انتصرتوا على الراسيزم، انتصرتوا على الإقصاء، انتصرتوا على التهميش، انتصرتوا على الفقر، واعتقد هذا هو الانتصار الكبير. وانتصرتوا على التمسك بالهوية، أنكم تمسكين بالهوية، هذا الانتصار الكبير. المونديال دومي فينال كان يعني واحد تحسين وحاسين. إذا إحنا مفتخرين بكم قبل المونديال، مفتخرين بكم على هذه الانتصارات الإنسانية. والمدرب ديالكم السيد الكراكي أيضا ماشي غير لا تكنيسيتي، وإنما ذاك لا بونت الإيمان اللي كاينة لداخل، اللي هي استطاعت باش تدفع الفريق. إحنا الآن درنا دراسة فيها 689 لاعب مغربي عبر العالم، تقريبا 400 نادي كيلعبوا المغاربه، على 689 كاين 300 كيلعبوا في القسم الاول، بمعنى سون سيليكسيونار، بمعنى فوزيت الميور. على هادو قلنا ان كيلعبوا في تقريبا في 40 دوله، بمعنى ايضا المغاربه هاد الانتصار ديال الدومي فينال ماشي مفاجاه كما كيساو البعض يقولوا، وانما هي ايضا تحسين حاصل لهاد المجهودات اللي كتبذل من طرف الجاليه المغربيه. كنشكر السيد رئيس الجامعه على جوج الحوايج، انه ساعدنا وتعلمنا باش نديروا هذه الدراسه، ولكن ايضا دار واحد الخطوه اللي كنتمنى يديروها القطاعات الحكوميه الاخرى ولا المؤسسات المغربيه الاخرى، ان مكن الجاليه المغربيه باش تعبر اولا عن التمسك ديالها بالمغرب والمغربيه، ولكن ايضا باش تساهم في التنميه في الاوراش التنميه. لان اللاعب ديال الكره ماشي فقط غير المتعه، لا، راكم كتبنيو بلاد، يعني كتبنيو بلاد وانتم المستقبل ديال هاد البلاد. الا الكره ماشي فقط غير كنديروا الرياضه ندوزوا الوقت، لا، الكره راه شي حاجه مهمه جدا، مهمه اكثر من اي حاجه اليوم، فيها الاقتصاد، فيها السياسه، فيها القوى الناعمه، فيها اشياء كثيره كتظهر من خلال هاد الدراسه. احنا هاد الدراسات كنقولوها باش نعرفوا بلي راه عندنا مغاربه كيتقاتلوا في كل مكان، قد الملح ايضا تقاتل باش يفرض نفسه في الساحه. هادو هما المغاربه، لان كل واحد كاين يتقاتل من الموقع ديالو باش يفرض الاحترام للمغرب، الهويه المغربيه، والهويه المغربيه متصالحه مع العالم، ما عندهاش مشكل مع الهويات الاخرى، ما عندهاش مشكل، لان احنا ما عندناش مشكله مع الاديان، لا مع الثقافات، لا مع اللغات. الحمد لله انتم الفريق الوطني كتكلموا اللغات المتعدده، متمسكين ثوابتكم، متمسكين، ولكن كتعيشوا مواطنين، يعني كامل المواطنه في البلدان اللي كتقيموا بها. احنا يعني كنعرفوا الناس ديال فرنسا، الناس ديال المانيا، ولكن اكتشفنا من خلال هذه الدراسات ان عندنا الناس في الهند كيلعبوا الكره المغاربه، عندنا الناس في تايلاند كيلعبوا الكره، الناس في افريقيا، مغاربه في افريقيا كيلعبوا الكره في الاقسام الاولى، عندنا الناس كنتحدثوا بزاف على مصر، عندنا الناس كيلعبوا المغاربه كيلعبوا في مصر. اذا هذه الدراسه شامله، يعني ربما غينقصها اسم أو بعض الأسماء قد ستستكمل، ولكن فيها الآن 600، هذا السي وليد الركراكي عنده 689 لاعب مغربي اللي يقدر يتابعهم،
وفصلناهم فيهم الجاردان دي بيت حراس المرمى فيهم المدافعين فيهم المهاجمين فيهم ليل جوش يعني ليل دروات الى اخره للديفونسور يعني قسمناهم دي كاتيجوري. فالشكر للسيد وزير الثقافه ايضا اللي شاركنا في معرض الكتاب هذه المناسبه ايضا لان مناسبه مهمه جدا للثقافه. وغادي نعاود نشكر الجامعه لان مكنتنا من انجاز الدراسه والسيد رئيس الجامعه ايضا دائما داعم لهذه المبادره باش حنا ما خصناش نكتبوا عليكم الكلام ما غاديش نقدموا لكم الدراسه يعني الصحافه راه درنا لهم واحد الملخص ديال 80 صفحه من 700 صفحه باش يشوفوا شنو هي يعني المؤشرات الكبرى ويشوفوا ايضا شنو هي لي ريكومونداسيون ديال هذه الدراسه وغادي يفهموا من خلال هذا الملخص انا هذا التوجه ديالنا العادات المؤشرات اشنو خصنا ندير. وشكرا لكم جميعا.